أغلب الآراء تحدثت بأن بنى تحتية وكذلك سبل العيش بسيطة. برأيك الحكومة ما تقدر توفر هذا؟ أنت قبل قليل تحدثت بأنه إحنا ما محتاجين. والله يعني ما أعرف الأرقام مال الميزانية تقول تقدر توفر ولا ما تقدر توفر، يعني مو أنا اللي أقول. والله ما أدري، أنا أسأل. أنا مسأل مثلك يعني، بس حقيقة أكو نقطة ثانية مهمة جدا، بأنه بإمكان الكثير من المجتمعات المتحضرة يتم هذا الموضوع عن طريق منظمات أهلية، بأنه بعض المجتمعات المحلية هي تقوم ب يعني رعاية هؤلاء الأطفال. يعني الآن عندنا بعض المحافظات بالعراق، ما أذكر بالأسماء حتى لا تصير بها في الجانب، ما عندهم دور يعني أيتام ويعني ومشردين وغيرها، وإنما مستوعبين الكل عن طريق اللي هي موضوعة يعني التآلف الاجتماعي، التساند الاجتماعي اللي موجود بين أفراد المجتمع، بحيث يساندوهم ويعاونوهم كلهم. وممكن أن نسوي بعض الدور. وين وينها يا محافظة يا محافظة؟ لا ما ليش ما نذكر؟ خلنا نأخذ المشكلة نقدمها. ليش؟ ما يعني ما أرد أتحيز. وين هي؟ عراقية هذه المحافظة؟ عراقية نعم. أيوة أو نذكرها ليش؟ أو أكثر من محافظة، مو بس محافظة. الأنبار؟ ما جاوب. لا أرد أعرفها والله للأمانة يعني. يعني من واجبنا بأن نوصل صورة حقيقية. أقول لك وراء البرنامج لا نرد مشاهد سيادة اللواء أكو محافظة؟ لا ما بيها شيء، هي محافظة الأنبار طبعا. لا يوجد فيها دور إيواء أو دور للأيتام. السبب أنه الروابط الاجتماعية قوية، يعني هناك الناس يشكلون أن يرسلون الأطفال إلى. إذن هذه حالة ممتازة طبعا. إذن هنا مثل ما شخصها دكتور إيسان بأن المجتمع الحل والربط بالمجتمع، حق له غلط يعني بالضبط. والله يعني الناس تحكم حقيقة. أنا يعني متعلم ما أحكم على الأمور، أنا شخص إيه بس ما أحكم يعني. إذن هذه صورة حقيقية ورسالة بأن من مجتمع حقيقي يقدر يصدر هذه الرسالة الحقيقية إلى باقي المحافظات. حقيقة هي موجودة يعني مو بس يعني بهذا المكان، وفي حتى في محافظة أخرى أنا أعرف، ودول مجاورة عندنا في أماكن يعني قريبة من عندنا أيضا. يعني المجتمع المدني هو اللي يقوم بهاي العملية يعني. وبس المشكلة بأنه أكو رقابة حقيقية يعني على هذا الموضوع، حتى ما يتم استغلال الأطفال أو ذول الناس المعوزين بهذه الطريقة اللي ممكن أن تسيء بشكل كبير جدا ومنظم. أكو رقابة حقيقية من جهات نزيهة ومعروفة وعندها قدرة على الأداء الحقيقي والمهني، حتى لا يستغلوا، لأن تعرف الموضوع بعدين يدخل بالتجارة البشر وتجارة الأعضاء وغيرها. لأن الموضوع خطير حقيقة، يعني هو مو بالسهولة يصوروها الناس، هي مو جمع فلوس. دكتور يعني هناك تقارير تتحدث بأنه المتشردين هم أكثر عرضة لتجارة الأعضاء البشرية. إيه أكيد النقطة تبدي منا، من بعدها تتوسع، أم العكس برأيك؟ لا هو حقيقة بأنه ذولا قلت لك أنا صاروا يعني مصدر لمختلف أنواع الجرائم، سواء اللي يقومون بها هم أو اللي تصير عليهم. أهمها يعني. أهمها شنو المتشرد يعني؟ شو صدر حالة التشرد برأيك؟ أول شيء صار يعني هاي قوة عاملة انتهت، لأنه يعني جهل و يعني تعلموا على أنه يمد إيده ويطلب، مثل ما سعكوا بعض المؤسسات عندنا لليوم، تعال الزمسرة على ما تعطيك فلوس، مو تعال اشتغل يعني. هذا النوع من التسول، رضينا أم أبينا يعني. النقطة الثانية بأنه ذولا يتاجرون بهم يعني سواء تجارة بشر أو تجارة أعضاء. تجارة بشر معروفة أعتقد السادة الحضور اللي يمك يعني يعرفون شو معناها، أو تجارة أعضاء. والنقطة الأخرى بأنه ذولا مجموعة يعني ممكن أن يصدرون بطريقة أو بأخرى مجرمين إرهابيين أو غيرها من الأمور الأخرى يعني.